واحدة من أهم المنصات العلمية في الوقت الحالي الخاصة بالتعلم الذاتي، ألا وهي منصة يوداسيتي العالمية. وهذه المنصة هي عبارة عن منصة إلكترونية يتجه إليها المتعلمون من كافة أنحاء العالم لبناء المهارات التقنية التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في هذه الحياة المهنية التي نعيشها الآن. وتوفر هذه المنصة نظامين من المساقات التعليمية العملاقة، المساق الأول وهو مساق الكورسات المجانية، والمساق الثاني وهو مساق برنامج النانو ديجري. وكل التفاصيل إن شاء الله المطلوبة عن هذه المنصة وكيفية التسجيل فيها والالتحاق بإحدى برامجها سوف أوضحها بالتفصيل في هذا الفيديو. ولكن أولا يا جماعة خليني أقول لكم أهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية، أنا محمد حامد، تابعوني. طيب يا جماعة قبل ما أبدأ في تفاصيل هذه المنصة الرائعة، خليني ألفت انتباه حضراتكم إن إحنا في قناة انفولوجي التعليمية نقدم محتوى علمي تعليمي أكاديمي، وطبعا حضراتكم عارفين أن هذا النوع من المحتوى لا يلقى القبول المطلوب من كل الناس، ولكن أنا أجتهد وتوفيقي على الله أولا ثم من بعده إن شاء الله هو دعم حضراتكم ليا. والدعم هنا هو أن تشتركوا في هذه القناة الطيبة حتى أستمر في تقديم هذا المحتوى الهادف النافع لكل ربوع الوطن العربي، ونكمل على بركة الله. أول خطوة نبدأ نعملها مع بعض يا جماعة عشان نوصل لهذه المنصة الرائعة إن إحنا نبدأ نفتح المتصفح اللي موجود عندنا على جهاز الكمبيوتر، ونيجي في مربع الكتابة ده بكل بساطة ونكتب كلمة يوداسيتي كما ترون الآن، وبعدين أنقر على مفتاح إنتر من الكيبورد. بعد كده يا جماعة بتجي لي البيج ديت، والبيج دي فيها هايبر لينكس كتيرة جدا كما ترون الآن. قبل ما ننقر على الهايبر لينك أو اللينك الرئيسي اللي هياخدنا بقى على الأوفيشال ويب سايت الخاص بمنصة يوداسيتي عالمية، خليني اعرض على حضراتكم مجموعة من المعلومات الحقيقية عن هذه المنصة، لان ببساطة شديدة يا جماعة حقكم ان حضراتكم يعني تأخذوا معلومة موثوقة ومن مصدر موثوق بإذن الله تعالى. وانا دايما بإذن الله تعالى يا جماعة اوعدكم بالصدق الكامل في شرح كل معلومة لحضراتكم، وايضا حضراتكم بإذن الله تعالى توعدوني بدعم هذه القناة والاشتراك فيها بإذن الله تعالى. ولو جينا يا جماعة لأقصى اليمين من هنا كده بنلاقي كلمة يوداسيتي او موقع او منصة يوداسيتي. Udacity is an American for-profit educational organization، يعني منصة تعليمية مخصصة للربح. المنصة دي يا جماعة بتقدم يعني زي ما هو مكتوب كده it offers massive open online courses، يعني مجموعة ضخمة جدا من الكورسات والمساقات التعليمية عبر الانترنت. تم تأسيسها سنة 2011، وطبعا ده المقر بتاعها في اليونايتد ستيتس او في الولايات المتحدة الامريكية. الاعجب من كده يا جماعة والاهم من كده ان المستخدمين لهذه المنصة 1,600,000 شخص استعملوا المنصة ديت، والاحسن من كده بقى واللي يطمنك ان عائد او دخل المنصه دي فقط سنه 2018 كان 100 مليون دولار فقط عائد يا جماعه، عائد من بيع الكورسات والمساقات التعليميه على هذه المنصه العلميه. فدي يا جماعه منصه تعتبر كنز، حرفيا كنز، وهوضح لحضراتكم كل شيء كيف ان حضرتك تدرس فيها الكورسات المجانيه وحتى الكورسات المدفوعه اللي بنسميها بقى ان شاء الله برامج النانو ديجريز، هشرحها لحضراتكم بالتفصيل. ويلا خلينا نبدا ونضغط على اللينك المباشر لهذه المنصه ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ بقى تفتح معايا دلوقتي يعني الشاشة الرئيسية لهذه المنصة العملاقة كما وضحته منذ قليل. طيب أول خطوة نبدأ نعملها هنا إن إحنا لازم نسجل دخول على هذه المنصة العملاقة، فبنيجي نضغط على كلمة جيت ستارتد من هنا كده يا جماعة، فبياخدني للصفحة ديت. وطبعا أنا مطالب دلوقتي بتعبئة البيانات، ولكن هناك طريقة أسهل لتسجيل الدخول. هضغط على كلمة ساين إن، فبيجيب لي هنا تو تابس كما ترون الآن، ساين إن لو عندي إيميل سابق أو ساين أب لو مفيش عندي إيميل سابق وبسجل لأول مرة. فأنا اخترت الطريقه دي ليه؟ لانها بتعطيني الاوفر او الخيار ان انا اسجل بيه يعني حسابات الجوجل كروم بحيث تكون سريعه يعني في التسجيل. هنقر على كده، فطبعا بيعرض لي كل الحسابات المسجله عندي على جهاز الكمبيوتر. اختار الحساب اللي انا عايز اسجل بيه، وتاكدوا يا جماعه من اسم الحساب اللي انتوا سجلتوا بيه، لان ان شاء الله لو اشتركتم في البرامج المدفوعه بعد كده الشهاده بتطلع بالاسم اللي موجود في الايميل او الاسم اللي انت سجلته مع الايميل ان شاء الله. طيب اول ما بنختار الحساب بالفعل بيتم تسجيل الدخول، وتبدأ معايا
المنصه تفتح في الصفحه دي، وطبعا بيجيب لك بعض برامج النانو ديجريز اللي هي البابولار نانو ديجري بروجرام اللي هي البرامج بقى المشهوره، فبيجيبها لك في شاشه افتتاحيه كده. لا انا بقى هروح اضغط على كلمه يوداسيتي اللي هي موجوده في اقصى اليسار من اعلى، لما انقر عليها تاخدني للصفحه الرئيسيه مره ثانيه ولكن بعد تسجيل الدخول. ولو حضرتك شفت هنا كلمه ماي كلاس روم تعرف ان انت بالفعل سجلت دخول بكل بساطه. طيب ممتاز جدا. دلوقتي بقى لو انا حابب اروح للمسارات التعليميه والكنوز الحقيقيه المقدمه في المنصه دي، وبالمناسبه يا جماعه حتى لا انسى هذه المنصه هي خاصه بنسبه 99% بالمهارات الرقميه او التعلم الرقمي، اي كل ما يخص تكنولوجيا التعليم موجود في المنصه دي بنسبه 90%، يعني كل البرامج وكل الكورسات المقدمه على هذه المنصه بنسبه 99% عن تكنولوجيا التعليم ومهارات الحاسب الالي والذكاء الاصطناعي والبرمجه وكل ما يخص الكمبيوتر والتعلم الرقمي باذن الله تعالى. طيب دلوقتي بقى حابب اوصل للكنز ده اروح فين؟ شايف كلمه بروجرامز الموجوده فوق دي؟ انقر عليها. لما تنقر عليها بيجيب لك طبعا هنا البرامج الرئيسيه، ولكن انا هضغط على كلمه فول كاتالوج من هنا بحيث تعرض لي بقى الشاشه الرئيسيه اللي منها اقدر اعمل فلتره للبرامج. ممتاز جدا. والله لو حضرتك حابب تدرس مجانا تعالى على البرايس من هنا، تمام، انقر عليها وبعدين علم على الاوبشن اللي اسمه فري، فبيجيب لك طبعا كل البرامج والكورسات المجانيه كما ترون الان. ودي يا جماعه كنوز بفضل الله عز وجل، بقدم لحضراتكم كنوز. ديت يا جماعه كنوز، عارفين كنوز ليه؟ عشان حضرتك يعني بدل ما تضيع وقتك على منصات التواصل الاجتماعي او على حتى فيديوهات اليوتيوب التي يعني لا تسمن ولا تغني من جوع والتي لا تقدم ولا تؤخر، انا بطلب من حضرتك فقط انك تضيع ربع هذا الوقت فقط على التعلم الذاتي، بحيث حضرتك تكون يعني حتى بتضيع وقتك في شيء مفيد، شيء نافع، تمام؟ تستفاد معلومه، تستفاد مثلا مهاره اكاديميه معينه، بدل انك تضيع وقتك على منصات التواصل الاجتماعي بالساعه وبالاثنين وبالثلاثه. وحضراتكم مش انتوا بس يا جماعه، انا كنت اولكم، يعني انا قبل ما انظم حياتي وقبل ما اخطط نفسي واخطط يومي واخطط الوقت بتاعي كنت بالفعل بضيع وقت كتير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الحمد لله قدرت بفضل الله عز وجل ان انا يعني ابدا خطه جديده وانظم حياتي وانظم وقتي واستفيد من وقت ده ان انا اطور من نفسي واطور من مهاراتي. والله يا جماعه والله فرق معايا جدا 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 في مكان العمل اللي انا شغال فيه، فالحمد لله بقيت مميز عن كل زمايلي، وحضراتكم ايضا هتكونوا مميزين عن كل زمايلكم. وعلى الاقل على الاقل حضرتك لو بتدرس كورسات خاصه بالتعلم الذاتي المقدمه على قناتنا عامه، يعني اي كورس او اي منصه تعليميه وحضرتك مقدم على وظيفه معينه ومعاك زملاء اخرون، والله العظيم والله يا جماعه حضرتك هتفرق عنهم جدا جدا جدا، لان ببساطه شديده جدا يعني معظم المنصات اللي انا قدمتها على قناه انفولوجي التعليميه بتقدم شهادات احترافيه، فتخيل نفسك بتقدم على وظيفه ومعاك شهادات بجانب الشهاده الجامعيه، فده طبعا هيعطيك فارق كبير جدا عن اقرب منافسينك. واتمنى لكم باذن الله تعالى التوفيق الدائم في كل شيء باذن الله تعالى. طيب دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي رحنا على البرايس وعرفنا ازاي ان احنا نعرض الكورسات المجانيه فري كده يا جماعه، جاب لي هنا دي كورسات مش برامج النانو ديجري. طيب انا في بدايه الفيديو يا جماعه قلت ان المنصه دي بتقدم لي حاجتين، بتقدم لي اما برامج النانو ديجري او الكورسات المجانيه. يعني ايه برنامج النانو ديجري؟ خلينا يا جماعه ناخد اي برنامج نانو ديجري وننكر عليه عشان اعرفك ايه المقصود بيه. طيب حضرتك بتعرف ان هو برنامج نانو ديجري ولا كورس مجاني؟ من هنا كده من كلمه نانو ديجري او كلمه بروجرام ديتيلز، لو شفت كلمه بروجرام يبقى ده برنامج مش كورس مجاني. ممتاز ممتاز جدا. فننكر بقى على اي واحد كده، فبيفتح معايا يا جماعه برنامج النانو ديجري عن التخصص اللي احنا اخترناه هو الداتا انجينير، ومن هنا طبعا ببدا بقى ان انا اسجل في البرنامج ده اللي مدته كام؟ مدته 5 اشهر كما ترون الان. طيب لو نقرت على كلمه انرول ناو من هنا يا جماعه بتاخدني بقى لقسم الدفع، وانا قلت لكم ان الكورس ده مدته 5 شهور، لو انت دفعت المبلغ كامل هتدفع تقريبا يعني 6345 ريال اي 1700 دولار تقريبا، انما لو دفعت شهري هتدفع 1500 ريال اي ما يقارب من 400 دولار تقريبا، لان يا جماعه البرامج اللي هي برامج النانو ديجري دي برامج مدفوعه لانها مدتها 5 شهور، وبيعينوا لك معلم، المعلم ده بيشرح لك كل شيء بالتفصيل ويتابعك في كل البروجكتس او المشاريع اللي عندك، يعني مش بيسيبك الا وقد استلمت الشهاده العالميه المعترف بها باذن الله تعالى. طيب ده طبعا كان ما يخص يعني الكورسات المدفوعه اللي بيسموها برامج النانو ديجري. نرجع بقى دلوقتي للتخصص المجاني او الكورسات المجانيه اللي هي بقى هتناسب الجميع ان شاء الله، وهتناسب الناس الغير مقتدره، انما لو حضرتك بقى كنت مقتدر ماليا فطبعا ده شيء يرجع لحضرتك انك تاخد شهاده من منظمات عالميه ومن موقع عالمي زي موقع يوداسيتي، طبعا ده شيء بيفرق جدا جدا جدا. طيب عشان اوصل بقى للكورسات المجانيه كما اتفقنا سابقا من هنا، واضغط على كلمه فري، فبيجيب لي بقى يا جماعه الكورسات المجانيه في كل التخصصات. لو حضرتك بقى
حابب تعمل فلترة أكتر، يعني تحدد الموضوع اللي مثلا حابب تاخد كورسات مجانية في علم مثلا الكمبيوتر فيجن مثلا، يجيب لك الكورسات المجانية في أي حقل معين في مثلا الكلاود كومبيوتنج وهكذا يا جماعة، إلى أن نصل طبعا إلى الكورس المطلوب. من هنا طبعا درجة الصعوبة، عايزه بيجنر ولا انترميديت ولا ادفانسد ولا الدوريشن، المدة قد إيه بالظبط، ابدأ بقى حدد الفلاتر اللي أنت عايزها. فإحنا دلوقتي هنبدأ نختار أي كورس مجاني من الكورسات ديت كده، بحيث عرف حضراتكم كيف ان احنا هنشتغل عليها باذن الله تعالى. طيب خلينا مثلا ناخد الانترو تو كلاود كومبيوتنج اللي هو مقدمه لعلم التخزين السحابي، ننكر عليها. اول ما بنكر عليها يا جماعه بيجيب لي الصفحه ديت، اضغط على كلمه ستارت فري كورس، فيبدا بيفتح معاك الكورسات المجانيه. طيب هل الكورسات المجانيه دي بتعطيني شهاده؟ للاسف يا جماعه الكورسات المجانيه على منصه يوداسيتي لا تعطي شهاده، فقط البرامج المدفوعه اللي بنسميها برامج النانو ديجري. ولكن يعني كون حضرتك انك تاخد الماده العلميه مجانا فده انجاز كبير جدا، يعني انك تطور من مهاراتك ومعارفك وقدراتك مجانا ده انجاز مهم جدا جدا يا جماعه، بغض النظر عن الشهاده ان شاء الله. طيب هنا طبعا يا جماعه بيجيب لي مجموعه من الاسئله فقط لبدايه الكورس، بيقول لي هنا واتس يور برايمري موتيفيشن، ايه الدفع اللي يخليك يعني تسجل في الكورس ده. انا ممكن اختار طبعا اي اجابه كده، هاو دو يو انتند تو ستادي فور يور يوداسيتي بروجرام، ممكن اختار الاجابه دي. في بعض الاسئله بيكون اكتر من سؤال، اخد اون ماي اون، هاخد هنا يس. طبعا انا قريت الاسئله قبل كده فسهله جدا، يعني بيقول لك هنا ديد يو كومبليت ذا اونلاين ليرنينج يو توك بيفور ستارتنج يور داسيتي بروجرام، قول له يس ايضا. خد دي برضه كده، انزل لتحت اكيد في سؤال تاني، لو دي ما اتفعلتش يبقى انت لازم تختار اكتر من اجابه كما ترون الان. ممتاز. هاو ديد يو فيرست هير اباوت يور داسيتي، انت سمعت عننا منين؟ هقول له مثلا انا سمعت من اليوتيوب. بتسجل منين او الدوله بتاعتك؟ هنسيبها سعودي عربيا، واضغط على كلمه نكست. بيقول لك هنا الوظيفه بتاعتك بدوام كامل ولا جزئي؟ هقول له مثلا جزئي. وهنا بيقول لي يا جماعه اسم صاحب العمل ايه؟ ممكن انا احط طبعا اي بيانات اضافيه واختار اي شيء كده عادي. الوظيفه بتاعتك ايه؟ اقول له مثلا تريننج اللي هو تدريب مثلا. هنا بقول لي هنا الكرنت جوب تايتل يعني الوظيفه بتاعتك الحاليه ايه؟ هقول له مثلا كلمه تيتشر. طبعا يا جماعه الاسئله دي ممكن تجاوب عليها عادي، يعني ايه مش بيدققوا فيها كتير. يعني بقول لك هنا هاو ديد يو باي فور يور يوداسيتي بروجرام، يعني هتدفع ولا مجاني ولا ايه؟ ممكن اقول له سكولر شيب من هنا، وادي له دي كلمه يس، واضغط على الاوبشن اللي تحت بيقول لك الجندر ايدنتيتي، اقول له ميل. تمام، وانزل لتحت اكيد في سؤال تاني، بيقول لي ويتش كاتيجوري اور كاتيجوريز بيست ديسكرايب يو، اقول له مثلا انا من الميدل ايست، من دول شمال افريقيا. وانزل لتحت شويه بقول الدخل بتاعك قد ايه، اي بريفير نوت تو انسر كده كما ترون الان، واضغط على كلمه جو تو وات، جو تو كلاس روم، يبدا بقى ياخدني للكورس المجاني يا جماعه. ومن هنا طبعا بيجيب لي الدروس اللي في الكورس المجاني ده، لسن 1 تمام، ولسن 2، لسن 3، لسن 4، لسن 5 ان 6، تمام يعني 6 دروس يا جماعه كما ترون الان. عشان ابدا بقى الكورس اضغط على كلمه بيجن لسن 1 كما ترون الان، فيبدا بقى ياخدني تلقائيا على الكورس يا جماعه من الالف للياء كما ترون الان. وطبعا لازم اخلص الكورسات دي كلها، وكما قلت سابقا يا جماعه الكورسات المجانيه على منصه يوداسيتي يعني لا تقدم شهاده بنهايه كورس، ولكن كون ان حضرتك تاخد الماده العلميه من مدرب معتمد ومعروف يعني 10 سنين خبره كما هو مكتوب الان في الكلاود كومبيوتنج او في القسم بقى اللي حضرتك بتدرس، فده شيء انجاز. والله يا جماعه احسن لحضراتكم الف مره من اضاعه وقتكم يعني امام التلفاز، امام اليوتيوب، امام منصات التواصل الاجتماعي. وكل ما عليكم فعله فقط هو اكمال هذه الكورسات تلقائيا. عندما تنتهي من الدرس الاول تروح للدرس الثاني، فقط انكر على الدرس الثاني ياخدك للدرس الثاني وهكذا. وبكده يا جماعه اكون وصلت الى نهايه الفيديو الخاص باليوم. اتمنى من الله عز وجل ان تدعموا هذه القناه الطيبه التي تقدم كل ما هو نافع وكل ما هو تعليمي وكل ما هو هادف باذن الله تعالى. أشكركم كل الشكر من كل قلبي، نراكم في فيديوهات لاحقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.